في خطاب العرش وضع الملك عبد الله الثاني خريطة عمل للحكومة ومجلس النواب، يأتي في سلم أولوياتها المواطن والاهتمام بصحته واقتصاده وجيشه وأمنه ومحاربة الفساد والابتعاد بالنائب عن المصالح الضيقة والدفاع عن القضايا الداخلية ومصالح المملكة الخارجية. إن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو خيارنا الاستراتيجي، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أما حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه العادلة والمشروعة فهو السبب الرئيسي لبقاء المنطقة رهينة للصراع وغياب الاستقرار. مجلس النواب الجديد مطالب بالتعاون مع الحكومة من جهة وممارسة الرقابة عليها من جهة أخرى لتخفيف آثار كورونا السلبية على الاقتصاد والتعامل مع تحديات عديدة تواجه المواطنين. أن يكون هنالك اهتمام بمواجهة جائحة كورونا، وأن يكون هنالك أولوية لصحة المواطن، لكن من دون إغفال للملف الاقتصادي، وضرورة أن يكون هنالك انتباه لهذا الملف حتى نخفف على الناس بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن. هذا كان توجيه واضح للحكومة. ثلثاء أعضاء مجلس النواب وجوه جديدة، وتلك رسالة تغيير أرادها المواطن يقول مراقبون، لتكون عنوان مرحلة جديدة من العمل. الثقة بالحكومة وتمرير الموازنة العامة في مقدمة القضايا التي يجب على مجلس النواب الجديد البت بها، إضافة إلى دوره الرقابي والتشريعي ومتابعة قضايا المواطنين وإيجاد حلول لشكاواهم. نايف مشاقبة، إسكانوز عربية، عمان.